السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعيدة بلقياكم من جديد وكنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية. قناة سعيدة الوصفات المغربية والعربية بامتياز تحييكم، وكنتمنى إن شاء الله الوصفة ديال اليوم تنول أو تنال عفوا الإعجاب ديالكم. غادي نقدموا مع بعض حلقة عن البنيه. بنيه كيجي خفيف وسهل وناجح 100% إلا تبعتوا المقادير وطريقة التحضير. البنيه ديالنا اللي غادي نعمروه ان شاء الله مراحم، جزء منه غادي نعمروه بكريمه الحامض او كريمه الليمون الحامض اللي سبق لي وقدمتها معكم في القناه، غنترك لكم الرابط اسفل الفيديو، والجزء الاخر غادي نخليوه غير بالسكر الثقيل، وتبقى لكم الاختيار بغيتو تحشيوه او تخليوه خاوي. لهذا البنيه غادي نحتاجو على بركه الله 250 غرام ديال الدقيق الابيض الناعم، دقيق الفرص او رابعه ديال الفرص، غادي نحتاجو ساشي ديال ازا ديال سكر الفانيلا من وزن 7 غرام ونصف، نحتاجو بيضة واحدة، غادي نحتاجو 20 حتى 25 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ، نحتاجو ملعقة كبيرة من الخميرة الفوية خميرة الخبز، قرصة من الملح، 25 غرام من السكر سنيدة وكيبقى على حسب الذوق، اللي بغى يجي حلو أكثر يقدر يزيد السكر، نحتاجو مبشور ديال نصف ليمونة حامضة، ونحتاجو كأس من الحليب الدافئ للعجن. اذا اعيد المقادير على بركه الله: 250 غرام او ربع من الدقيق الابيض الدقيق الناعم، بيضه واحده، 20 غرام من الزبده اللينه بدرجه حراره المطبخ، ملعقه كبيره من الخميره الفوريه خميره العجن، قبصه من الملح، 25 غرام من السكر الخشن حبيبات سنيده، نصف ليمونه حامضه مبشوره او قشره ديال نصف ليمونه حامضه، وايضا كأس من الحليب الدافئ للعجن. هادو هما المقادير، ندوزو على بركة الله لطريقة التحضير. كاسي لا غنجيب الاناء اللي غادي نخدم فيه، غادي نوضع فيه الزبده، 20 غرام من الزبده، غادي نوضع فيه سنيده بهذا الشكل، غادي نوضع ايضا قرصه من الملح بحال هذا الشكل، هذا غادي نوضع القشر ديال الليمون الحامض بحال هكا. اللي بغى يخدمو بالعجانه ممكن، انا غادي نستعمل غير يدي. غادي نستعمل ايضا كيس من الخميره، عفوا كيس من السكر الفانيلا بهذا الشكل من وزن 7.5 غرام، وغادي نبدا نخدم الكل. السمسم فهو كيبقى اختياري، بغيتو تعوضوا سكر الفانيلا وقشور الحامض بقشور الليمون فهو ممكن، فهو كيعطي نسمه زوينه للبرتقال، كيجي رائع جدا. اذا بحال هكا غادي نجمع، عفوا غادي نضيف البيضه ديالي، عندي بيضه واحده بشكل، غادي نخدمها ايضا مع الخليط ديالي بشكل جيد، حاول انني ندخل العناصر كلها في بعضها. عاد غادي نضيف الحليب، نضيف الان الخميره ديال الخبز ديال العجن، وغادي نبدا نضيف الحليب السائل فون دافئ بشويه بشويه بحال هذا الشكل، هذا حتى كنكمل كاس العنبه ديال الحليب السائل اللي عندي. ثم دابا غادي نبدا نضيف الدقيق المنخول شيئا فشيئا حتى تجمع لي العجينه ديالي. نضيف هنا عندي 250 غرام، ولكن تيبقى عندنا ميزانة على حساب شنو غتهز لينا العجينه. فوالا، نبقاو ندخلو العناصر كلها في بعضها حتى تتماسك لي العجينه، خصها تكون ماشي قاصحه وماشي جاريه، تكون عجينه لينه متوسطه يعني بشكل عادي. اذا انا غنستمر في اضافه الدقيق ونجمع العجينه ديالي. من بعد ما جمعت العجينه ديالي كنعطيها شويه ديال الخدمه بهذا الشكل، هذا غير شويه لان فيها الزبده سمعتوها كيفاش كتطرطق، دونك اللي عندها العجينه طويله الحال غتستعمل العجينه، اللي ما عندهاش غدير ليها خديمه هكا صغيره بين الكفوف. كما قلت لكم ما خصهاش تكون قاصحه، ما تكونش عاوتاني مطلوقه بزاف، كما كتشوفوا القوام ديال العجينه ديالنا. دونك دابا غادي نخليها واحد 5 دقائق ترتاح بين ما وجدت المطلق، وغندوز باش نشكلها. من بعد ما خدمنا العجينه ديالنا مزيان كناخذ واحد شويه ديال الدقيق كنرشوه بهذا الشكل هذا على سطح العمل هكا، ثم غادي نبدا كنطلق العجينه ديالي، نجمعها هكا نعطيها شكل بيضاوي ونطلقها بسم الله بحال هكا. هكا غادي نطلق العجينه ديالي حتى نخليها الرق ديالها معقول
جدا. ديك الساعه غادي نبدا ناخذ قطعه كيما بغيت الشكل ديالها يكون، وغادي نبدا كنقطع. السما في الطلق ديالها بحال هكا كما كتشوفوا، نطلق بكل ما اوتيت من قوه باش نعاود نرشعو تاني البلاصه ديالي بالدقيق، وكتكون عجينه طائعه جدا. من بعد ما طلقت العجين ديالي بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، طلقته بشكل كبير، غادي نجيب واحد القطعه دائريه كما بغات تكون نتوما، ما عندكمش قطعه ممكن تستعملوا غير كاس او زلافه، وغنبداو نقطعوا على حسب الحجم اللي بغينا بحال هذا الشكل. انا غادي نبغيهم في هذا القياس هذا كما كتشوفوا معايا، وكنستمر في التقطيع، غنستمر حتى نقطع العجينه ديالي كلها. حبيباتي من بعد ما ساليت التشكيل ديال البانيه ديالي، كنجيب شي بلاطو كنوضع عليه شي منديل وكنوضع فيه البانيه ديالي، غنغطيهم مزيان دابا مع الجو بارد، نخليهم يخمروا عفوا قيمه ديال واحد ساعه ونص حتى لساعتين الا ربع، ومن بعد عاد ندوزو باش نقليهم في زيت ساخن غزير ونزينوهم من بعد. فيما قلت كنوضعوا كميه غزيره من الزيت، ثم كنبداو نوضعوا فيها البانيه ديالنا من بعد ما خمارو بهذا الشكل. كنجيبو لي بنيي وخصنا من بعد نقصو العافيه، ما تبقاش مجهده، كنوضعوهم غير مني. شفتوا كيفاش كيتنفخ؟ كيجي رائع جدا. دونك بسرعه هو كيتحمر، دونك بسرعه خصني نقلب، غير بدا يتحمر كنقلب باش ما يتحرقليش. فوالا كيتنفخ، كيجي هائل جدا. كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم انكم تجربوه وينا الاعجاب ديالكم. دونك فوالا كنبقى نقلب فيه هكا، كنقسم العافيه من بعد اون فوا كيحمروا كنقسم العافيه باش ما يتحرقوليش، حيت الا تحرقولي ما كيبقاش المنظر ديالهم مزيون. دونك كندور بحال هكا كتشوفوا، كنحاول باش الجناب حتى هما ياخذوا اللون. شفتيو شفتيو كيجيو كيجيو هائلين. انا ان شاء الله ما راح يقينه انكم مني غادي تجربوه غادي تعتمدوه يولي عندكم بيني معتمد. كنجيب واحد طبسيل اللي كيكون فيه ورق نشاف او اي سيبور فاش غادي تحطو، وكنبدا كنزولهم كنخليهم يسقطرو من الزيت، كنحاول الجناب حتى هما كندورهم باش كي ياخذوا اللون. عفوا عندكم شي فورشات كبيره يكون من الاحسن، انا عندي فورشات صغيره. دونك بحال هكا كما كتشوفوا غادي نزيد عاوتاني شي وحدات اخرين بحال هكا. اون فوا كنحطو في الزيت راه كيتنفخ كما شفتوا معايا، فكيجي رائع شكلا وايضا مذاقا. اذا غادي نستمر بهذا الشكل هذا، شوفوا لي طابو كنزولهم كنعملهم كيستقطرو بحال هذا الشكل هذا، وهادو كنحاول نخليهم حتى يشبروا في راسهم عاد كنقلبهم بحال هكا. كنستمر غادي نوضع وحدات اخرى بحال هذا الشكل، نزول هاد الوحدة. كيجي بنيه هائل جدا، كيتنفخ كيجي الشكل ديالو رائع. هو كيما قلت لكم اون فوا تحطوه يتنفخ نقصو من البوطة باش ما يتحرقلكمش. الصغار كيحبوهم بواحد الشكل جميل، وما كيجيوش شاربين الزيت، راه كنشفوهم من الزيت كيحيد منهم كامل هذاك الزيت، كيجيو ناشفين. وكنعمرهم كيما قلت لكم انا اليوم غادي نعمرهم بكريمة الليمون الحامض، ممكن انكم تغبروهم بسكر ثقيل فقط، كيجيو ايضا رائعين. ممكن تعمروهم بالمربى المشمش او الفريز، فهما يعني كيجيو جميع الاحوال ديالهم كيجيو زوينين كيف ما عملتوهم. دونك غنستمر بهذه الطريقه هذه، غادي نوضع باقي الوحدات اللي عندي لان قلت لكم فهو كيخرج كميه مهمه، غنستمر حتى نكملها كلها هي، وعاد نتلاقاو باش نشوفوا طريقه التزيين. هذا هو الشكل ديال البنيه ديالنا من بعد ما زولناه من فوق البوطه. هذه هي الكميه تبارك الله اللي كتخرجنا، كميه قلت لكم مهمه بربعه ديال الدقيق. اذا دابا غادي ندوز باش غادي نعمرو بلا كريم او سيترون، والجزء الاخر غادي غير ندردر عليه السكر الثقيل. شوفوا معايا كناخذ المقص كندير غير واحد الفتيحه صغيره، وبغيت غير نفتح لكم هذه تشوفوها كيفاش كتجي، فهي خاويه ما فيهاش كاع البضعه نهائيا، كتجي خاويه رائعه. كناخذ لا كريم سيترون اللي سبق لي وقدمت معكم في القناه، غنخلي لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو،
وكنحاول انني ندير واحد الدهينه خفيفه في هذه ديالي بحال هذا الشكل. غادي ناخذ وحده اخرى، غادي نفتح الجناب افتحه صغيره بحال هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. خاوي كله خاوي، ما فيهش زعما شي بضعه، كيجي رائع جدا. كناخذ معلقه وكندخل، ولا عندكم لا سورينغ تقدروا تستعملوها. انا استعملت المعلقه لان ماشي كلشي عنده ديك البره او لا سورينغ باش كنعمرو بحال الشكل. وغادي نستمر حتى نعمر الكميه كلها اللي بغيت. دائما كنقطع بحال هذا الشكل ثم كنعمر لا كريم او سيترون ديالي اللي كتجي من اروع والد ما يكون. هاستمر حتى هذا حبيباتي هو الشكل النهائي للبنيه ديالنا اللي اليوم عمرناه بلا كريم او سيترون. وانا درت معكم ثلاثه ديال الاشكال، درت هذا بلا كريم او سيترون فارسي، درت هذا مزين بسكر بودره سكر ثقيل هذا درتو عليه، وهذا مزين بصلصه الشوكولاته اللي غنخلي لكم الرابط ديالها ايضا هي وكريمه الليمون الحامض اسفل الفيديو. كيجي من اروع ما يكون، من اروع ما يمكن تقديمه. ممكن يجي طبق لفطور العيد وفطور المناسبات، شهي جدا، سهل جدا وسريع التحضير. كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم كيف ديما ما تنساوش القناه من لايك فضلا لا امرا، وما تنساوش ايضا الانضمام للقناه ديالنا الا كنتم مازال ما انضميتو بالضغط على الزر المربع صابوني سبسكرايب، وايضا تفعيل الجرس من اجل التواصل بجديد الوصفات. ما تنساوش ايضا تبارطاجيو الفيديو على مواقع عفوا التواصل الاجتماعي لتعم الفائده وتكبر العائله. سعدت وساسعد دائما بلقائكم، والى لقاء اخر بحول الله.